بعدين تيجي هنا هذا الباب بتاع الغرفة المفروض يكون كده، هذا الباب الغرفة هذا شوف من بعيد، فتيجي الباب هنا ما يفتح معك، لو فتحت ما يفتح معك، جبنا النجار بتاعه ففتح وخرم ما يفتح معك، وهنا مسكرة، هنا كان في علاقة بتاعت ملابس تعلق فيها المؤخذ الفوطة عشان باب الحمام يعني، فاتصلنا بصاحب، وهنا هذه علاقة برضو ملابس، فاتصلنا بالراجل اللي كان ساكن الأول وقلنا له كيف الباب ما رد يفتح، فقلنا هذا المفتاح دلنا عليه، هذا المفتاح هذا ألنكي معمول بالإيد، ترفع هذه كده وتدخل المفتاح هنا وتعمل كده يفتح الباب، بس ما يفتح الباب من هنا، يفتح الباب من هنا، يفتح ما يفتح الباب من هنا، يفتح من هنا، هذا يفتح الباب كده، خش من هنا، هذا هو، عمل له إيش هنا الألنكي، يلف هذه من الناحية المقابلة الجهة الثانية، وبعدين يشد هذا الواير ويشد هذا هو كده اللسان، هذا هو. طيب تقفل كده وتفتح عادي، تفتح عادي، هنا ما يفتح، هنا هذه يد دي محطوطة كده بس منظر يمسك منها ويفتح منها، منظر مش أكتر، والباب ما يفتح منها. ليه اتصلنا عليه ليش سويت كده؟ قال كان حرامي جاء وسرق الغرفة بتاعته.